متتبعي قناة الفاس بريس، مرحبا بكم في هذه الحلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. في هذه الحلقة غادي نناقشوا موضوع تاع العطلة الصيفية والغلاء المصاحب لهذا الغلاء في الأسعار المصاحب لهذه العطلة الصيفية، بحيث أن المواطن والإنسان في المغرب تيضل العام كله تقريبا هو الخدمة والجد والعمل، وهذا تيستغل واحد الفترة تاع 15 يوم ولا 20 يوم باش يقضي العطلة الصيفية رفقة الأبناء ديالهم. ولكن خلال هذا العطلة تفاجئوا بأن الناس، مجموعة من الناس، بأن كاين الغلاء مرتفع على مستوى مجموعة من المرافق. علاش كاين هذا الغلاء وعلاش كاين الناس، البعض من الناس يستغلوا هذه العطله ويحولوها كهمزه بالنسبه لهم لتحقيق ارباح كثيره. من اجل مناقشه القضيه ديالنا نستضيف السي علي الشهور، رئيس الجمعيه المغربيه للدفاع عن حقوق المستهلك. السي علي مرحبا. اهلا وسهلا ومرحبا. السي علي، البعض يستغل العطله وتعتبرها همزه من اجل يعني تحقيق ارباح خياليه، انتم في الجمعيه الدفاع المستهلك اشنو هو الراي ديالكم في هذه القضيه دي؟ احنا كجمعيه مغربيه للدفاع عن حقوق المستهلك المنضويه تحت لواء الجامعه المغربيه لحقوق المستهلك، نحن ندين مثل هذه التصرفات الغير اخلاقيه، لان واحد العدد كبير ديال المؤسسات الفندقيه ولا المطاعم ولا غادي نبداو حنا باش ننطلقوا الانسان او المواطن المغربي ملي كينطلق من الدار ديالو وهو كيخسر ابتداء الا كانت عنده سياره غادي يسافر واحد المدينه جبليه ولا مدينه ساحيه، كيبدا بعدا محروقات اللي هي حاليا الانسان ولا كيفكر البنزين ولا كيفكر المحروقات اكثر ما كيفكر ولادو اكثر من المعيشه، وكان ومضطر يستعمل السياره لان وسائل النقل شويه النقل وداك الشيء، غادي ندخلوا في الـ في الـ في الـ في لوطوروت في طريق السيار، من بعد ملي كيصل كيبدا بعدا مع مشاكل مع الـ مع الـ مع حارس السياره ولا الباركينغ ولا هذا اللي كان كيخلصوا ب4 دراهم ولا 5 دراهم ولا كيقول لي 20 درهم. هنا كيولي كيحس الانسان دخل في واحد الدوامه وتيحس بانه مستغل من طرف البعض، مستغل من طرف البعض، وانه كيحس بحال راه كاين دخل واحد الغابه، كل شيء بغى ينهب هذاك الانسان هذاك المواطن هذاك المستهلك اللي لا حول ولا قوه الا بالله، الا هو علاش جا باش حتى هو يتمتع بهذيك مع وليداته من بعد واحد سنه ديال العمل وهذا والدري في الدراسه، بغى يستمتع كما هذا الاسره ديالو، كيلقى راسو في واحد المشاكل واحد الدوامه اخرى. كيمشي للفنادق في الفندق مؤسسه الفندقيه كتلقى كان كي ياخذها بواحد الثمن تضاعف الى 3 أو 4. الملاحظ هو ان، اسمح لي لا قطعتك، بان الغلاء اللي كاين في الموسم الصيفي هذا يعني ما كانش في المواسم الاخرى. علاش؟ واش الناس باغين يعوضوا هذوك الخسائر اللي وقعت في كورونا ولا شو اشنو؟ ولا الاستغلال كما قلت سمعنا بان الارتفاع تاع الاسعار ولا كل شيء باغي يزيد في كل شيء، اش واقع بالضبط؟ اللي واقع على حسب سمو انا اللي كنقول بان داز واحد السنه واحد جوج سنوات جعاف على حسب على حساب هاد الفنادق ولا هذا، وكل شيء بغى يربح. وعلاش بغى يربح؟ لان شاف ان العدد ديال الاسر كثيره، لان دازت على واحد واحد في واحد دوز واحد الظرفيه اللي هي خطيره وكبيره، واللي هو اللي كان عامين ديال كورونا، ودابا تنفس الصعداء وبغاو يمشيو وبغاو يشوفوا وبغاو حتى هما يستافدوا، ولكن كيتلاقاو كيتصادفوا مع واحد الغلاء واحد المشاكل واحد الناس اخرين اللي كيتسناوهم او في الطريق بانهم جايين بغاو يربحوا داك المسائل اللي مشات لهم، بغاو هما يربحوها في واحد في واحد الوقت وجيز. ونحن كنقولوا انتوما فينا هو الدعم اللي دختو الدوله عطاتكم، وهذاك الدعم منين جا؟ راه جا من دافع دافع الضرائب، هما داك المواطن الاخر والاخر اللي جا عندك، وجا باش غادي يدور هذيك الحركه الاقتصاديه. الاشكال هو ان القضيه تاع الزيادات اللي كاينه الان ماشي ترتبط غير بهاد الناس، هذه حقيقه كاين هذا النوع تاع الزيادات، ولكن تاع عموم الباعه عند عموم ديك الباعه البسطاء تما كاين الزياده في هذا الشيء. مثلا كاين واحد قلت لك انه زادوا فيها حتى ديك الحلوه تاع الكوك كما تنقولوا زادوا فيها. غادي نقول استاذ شوف ملي كتنوض الفوضى كلشي كل واحد كيدير يديه دير اللي بغى، هذا كيدير اللي بغى. لان انا اش كنقولوا حنا دابا كجمعيه او كجامعه مغربيه لحقوق المستهلك راه خص تكون مراقبه، وديك المراقبه ما تكون ديك المراقبه الروتينيه اللي معرفين حنا، مراقبه اللي غادي تكون بتطبيق القانون، بتطبيق هذاك القانون، لان اللي هو
كيحاول باش يستنزف الجيب ديال هذاك المستهلك الوقت فاش غادي نشدوه نلقاو متلبس خصو يطبق عليه القانون. هذا هو المشكل باش نحسوا بان كل واحد بان راه كاينه حنا الحمد لله راه دوله المؤسسات ودوله القانون. كاين هذه المراقبه الحكومه دائما تقول كاينه اللجان تاع مراقبه الاسعار اللجان تاع مراقبه الاسعار اش واقع عندهم؟ استاذي استاذي المراقبه انا قلت لك مراقبه ماشي روتينيه مراقبه اللي هي تكون دائما تكون مستمره. علاش بان نقول لك انا احنا بغينا نشوفوا شي حاجه كل واحد يقول لي يجي نطلع لنا مسؤول يقول لنا راه كاينه مراقبه احنا بغينا نشوفوها على الارض الواقع اللي كانت على ارض الواقع اللي كتكلم يقول لك مراقبه يقول لك ما بانت لي المراقبه هي كاينه مراقبه يمكن نقدر نخرج نقولوا بان عدد الموظفين ولا عدد هذا ما كاينش هذا حنا كاين شباب حنا كنطالبوا علاش ما يدخلوا الشباب اللي هما دابا عاطينين يدخلوا وهذا كاين يدوزوا مباراه باش ويدخلوا يخدموا باش تكون واحد العدد كبير ديال هذا باش تكون انتشار ديال المراقبه ما نتخباوش من وراء واحد بحال هذا الشيء هذا نقول عدد اسمه راه قليل لا كاين شباب الحمد لله اللي هو مثقف اللي عنده دبلومات اللي هذا نخدموهم ونقلبوا لنا ونكونوهم تكوين هذا هو اللي كنشوفوا باش تكون عندنا واحد خريطه الطريق ابتداء من دابا نفكروا في هذا الشيء السنه الماجيه ماشي حنا السنه اللي جات نبقاو الاسطوانه اللي داز العام اللي فات تكرر واشنا هو شنو كنستافدوا ما كنستافدوا نتكلموا اليوم في الاعلام غدا نتكلموا في هذا بعد غدا هذا وشنا هو اللي خصنا شي حاجه نحسوا شي حاجه ملموسه نحسوا على الارض الواقع باش حتى ذاك المواطن يطمئن راه ذاك المواطن هذاك راه حدا كنقولوا بان كان الطبقه المتوسطه اللي هو الاقتصاد كيدور عليها راه هو اللي كيدور عليها والطبقه المتوسطه هي اللي تسعى راه هي دابا حاليا غنقول لك بان واحد العدد الا ما قلناش واحد 2% ولا 3% راه هدات راه هدات وحنا هذا راه خص راه خص ندقوا ناقص الخطر على هذا الشيء هذا خص نشوفوا لنا بالنسبه لكم انتم كجمعيه تاع الدفاع عن الحقوق المستهلك وهذا الدور ديالكم تتلقاو شي شكايات اشنو المبادرات اللي تديروا باش تخفوا من هذه الوطاه هذه تاع الاستغلال تاع الناس في هذه العطل بحال هذه العطل حنا غادي نقولوا استاذ حنا واحد العدد كبير ديال المواطنين كيقولوا راه الغلاء كاين غلاء وفينا المراقبه وفينا هي جمعيات حمايه المستهلك باش تراقب حنا من هنا من هذا الموقع ديالكم نتوما كنقولوا بان حمايه المستهلك ان جمعيه حمايه او الجامعه المغربيه لحقوق المستهلك اللي هي عندها واحد العدد كبير ديال الجمعيات المنتشره تقريبا في المدن كامله كلها راه ما عندهاش الحق في المراقبه خصنا نعرفوا هذه القضيه والمستهلك ما عندنا ولكن عندنا واحد القوه اقتراحيه حنا عندنا قوه اقتراحيه حنا كنقترحوا كنشوفوا وكنلاحظوا كنقولوا كنعطيوا واحد في انتظار باش ان شاء الله واحد الوقت غادي نكون حنا تكون عندنا واحد المنفعه العامه اللي حنا باش نزيدوا لقدام ولكن اللي كنقولوا وهو هذا المستهلك المغربي تكون عنده واحد الثقافه استهلاكيه بمعنى راه اي جمعيه حمايه المستهلك الا ما كانتش قويه باش كتكون قويه كتكون قويه بالانخراط ديال هذاك المستهلك خصو ينخرط كيفاش ينخرط كيفاش ينخرط انه ينخرط ماشي كنقول انخراط معنوي ماشي كنقول انخرط باش يعطي الفلوس ولا لا انخراط معنوي كيجي عنده شكايه كيمكن يجي يتقدم الشكايه لهذيك الحمايه المستهلك اي مدينه راه عندها كاينه شبابك المستهلك دابا المحترفه اللي الناس تكون واحد التكوين اللي هو عالي وفيها اطر اللي عندهم اجازات اللي عندهم هذا واللي غادي يقدروا يوصلوا يحاولوا يلقاو حلول لهذاك اسمه اذا انتم تتسناو الشكايه تاع المستهلك باش يلاه تحركوا لا الشكايات كنتلقاو شكايات وكنديروا عمليه تحسيسيه وتوجو في الشارع وفي التف الاعلام انا دابا علاش انا هنا انا باش علاش انا هنا باش نوصل الكلمه ديال جمعيه حمايه مسؤول الجامعه اشنو العام هذا وكاين شنو الدور ديالكم دابا مثلا بالنسبه للعلاقه مع الحكومه انتم تسمعوا بان كاين هاد الزيادات على مستوى في هذه العطله هذه اشنو دير واش تصيفطوا مراسلات واش تطالبوا بلقاءات مع الحكومه واش عندكم هاد احنا كنقولوا بان احنا كقوه اقتراحيه كنقترحوا ملي كيكون في اي مناسبه وفي اي مشكل اللي هو كيعيشه المواطن المغربي ما كنسكتوش والدليل ان فين ما كان شي مشكل كتعيطوا لنا ولا هذا
كتاخذ الراي ديالنا كتكون عندنا واحد القوه اقتراحيه كنعطيو كنديروا عمليه تحسيسيه باش المواطن المغربي يعرف ما له وما عليه ولا لحقنا لهذا النضج بان المواطن المغربي ولا كيعرف ما له وما عليه غادي يكون مواطن صالح ملي غادي يمشي لواحد البلاصه لقى واحد المشكل ولا هذا ما غاديش يسكت ماشي انه غادي لا غادي يجي وغادي يدير واحد الشكايه وحنا بالدور ديالنا غادي نكاتبوا للجهات المسؤوله ونحاولوا بالنسبه للخواص مثلا اي مواطن بغى يدير شكايه مثلا مشى لواحد المقهى ولا مشى لواحد الفندق وجا غالي هذاك ربى ديك الفندق تقول انا عندي قطع خاص انا بغيت ندير الغرفه ب 2000 درهم 3000 درهم يعني لا دخل لك انت كاين الشكايه هنا شوف استاذي حنا دخلت انا في القضيه ديال حريه الاسعار هذاك كاين واحد القانون 114 اللي هو جاء يتعلق بتحرير الاسعار والمنافسه ولكن حنا اش كنقولوا فين كندخلوا حنا كندخلوا الوقت فاش كيكون واحد التوافق بين جميع الفنادق كيديروا واحد ثمن واحد هذاك خارج كنكون خارج على القانون ديال 1907 وخارج على القانون ديال 114 وما تبقى له الحق في اسمه ولكن ما تكونش هذيك ثاني خصنا هذاك المواطن لو ان هذاك رئيس ذاك الفندق ولا المؤسسه وداك الشيء خصو يفكر بان راي الدوله في المواطن ديالو اللي هو كيعرفوا شحال القدره الشرائيه ديالو واش الانسان ما نستغلش الفرصه واش دابا واش ما عند ذاك المواطن اللي كياخذ 3000 درهم ولا 2000 درهم واش ما عندوش حق ماشي مواطن مواطن خصو حتى هو يمشي ويخرج وتكون حتى هو عنده متنفس وداك الشيء عنده في بلاده خصنا نحسوا بان حتى هو راه مواطن صالح وحتى هو راه كيشارك في الاقتصاد وحتى هو وابسط حقوقه هذه هو نفس تعب العطله ديالي السنويه شعلي شكرا جزيلا على قبول الدعوة وعلى التوضيحات هذه أهلا وسهلا تحياتي أستاذي متتبعي قناة انفاسبرس إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي.